بمناسبة انقضاء فترة الدورة الثانية لإدارة جمعية المختبرات الطبية السودانية بالسلطنة، يسرنا إنتاج هذا المقطع المرئي والذي نهدف من خلاله أن نثمن دور جمعية المختبرات الطبية في حياتنا، وأن نتقدم فيه بالشكر لكل من بذل من وقته وجهده وفكره وماله ليكون هذا التجمع بمثابة أسرة كبيرة تجمع زهاء 180 عضوا، وأن يجسد هذا التجمع كل معاني الأسرة الواحدة دعما وسندا وعونا. تحية تقدير واحترام لكل أعضاء الجروب، تحية تقدير واحترام لأخي دكتور الفاتح مؤسس الجروب، جروب جمعية مختبرات الطبية في سخنة دومان، وهو من أميز الجروبات صراحة بكل ما تحمله كلمة تميز من معنى. جروب جامع لأعضائه في اللمات الترفيهية، لمات رمضان، لمات الأعياد، الأفراح، يعني جانب مساهل وحاجة جميلة جدا جدا، خصوصا في الغربة، يعني الناس عايشة في غربة بعيدة من الأهل، في المناسبات زي دي شوية الناس بتعيش الجو الأسري ولو بالقليل، يعني بالإضافة لأنه في الواحد شوية متنفس من الضغط بتاع العمل، وبالإضافة لأنه الناس بتلاقي بعضها عن قرب وتتعرف على بعضها عن قربه، حاجة جميلة صراحة. قروب برضو الناس بتقيف مع بعض، مش بنشارك بعض في الأفراح وفي الأحزان، تلقى الناس مجرد ما واحد حصل له عزة، مرض حد من أهله أو مرض حد من أعضاء الجروب، حد تزوج، حد جاب مولود، حد حصل له أي مناسبة جميلة أو حزينة، يعني تلقى الناس كلها وقفت معاه وكده. فهي ما مجرد رسالة وبتترسل، عن نفسي جربت الحاجة دي صراحة، بتقلل على الواحد لو حاجة، لو حزن بتقلل عليه حزنه، لو فرح بيحس بأنه أخوانه وأخواته في الجروب هم مشاركينه وفرح وفرحانين معاه، فحاجة جميلة صراحة. ما ننسى الجانب الأكاديمي، يا أخي الجانب الأكاديمي ده حاجة جميلة خلاص في الجروب. بتقولي لي مثلا زول شغال اتعطل له جهاز، مجرد ما كتب يا جماعة شغال على جهاز الكذا كذا، مين عندي مشكلة كذا، ما شاء الله تلقى الناس كلها اللي عندها معلومة والعارفة لو شغال على نفس الجهاز طوال بيقيفوا مع الواحد لحد ما يحل مشكلته. دي حاجة صراحة ما سهلة أبدا، بالإضافة اللي عنده كيس قابله في الشغل أو في العمل في أثناء العمل بينزل الكيس، واللي عنده معلومات أساسا في مجال عمله في كذا، تلقى الواحد طوال ينزلها بشاركة مع الآخرين، ودي حاجات مهمة خصوصا ان احنا مجال طبي، المجال الطبي عايز الواحد طوال في حالة بتاعت قراية ومواكبة للحاصل، يعني حاجة جميلة صراحة. بفتخر بالجروب وفي الحتة دي وفي كل الأشياء، ويعني بحكي بيه لناس بيتنا، بحكي بيه في جهة عملي أساسا، حتى بحكي بيه في جهة العمل، يعني بقول لهم الله عندنا جروب ما شاء الله، ربنا إن شاء الله يزيدنا كلنا علما ويحفظ الكل من كل شر. أتمنى لجمعية المختبرات الطبية التواصل على نفس النهج وعلى وزيادة المجهود أكثر، وبتمنى لمجال المختبرات الطبية في السودان إنه يتطور ويواكب أكثر من كده، يكون مواكب لكل ما الغفزات اللي حصلت في جانب المختبرات الطبية في دول العالم كلها، يعني الطبية الغير الطبية حتى في السودان وفي الدول الأخرى. والعفو والعافية لو قصرنا في حق زول أو زعلنا زول، أو صراحة كان في بالنا حاجات كتيرة لما أفكار يعني بتاعت أشياء تتعمل، لكن زي ما عارفين يعني الكورونا، بتمنى زوال الوباء وبتمنى الشفاء لكل المرضى، وربنا يرحم من توفاهم الله، وربنا يحفظ الكل من كل شر، وإن شاء الله بإذنه تعالى. ولكم مني التحية والتقدير والاحترام سوسة. أسعد الله أوقاتكم، معكم أخوكم إبراهيم إيمان. الواحد سعيد جدا بشرف الوجود معكم في هذا الجروب الرائع والقيم والمفيد للغاية. صراحة الجروب شامل لكل النواحي، إذا كانت سياسية ولا ثقافية ولا رياضية، وحتى ذات الأعضاء معانا يعني كلهم من فئات عمرية مختلفة ومن في مناطق مختلفة في السلطنة، وأساسا في أرض في السودان من أقاليم مختلفة، فدينا عكس يعني إيجابا على الجروب بإطفاء معلومات وتجاربهم بالنسبة من للناس يعني. وصراحة يعني ما قصروا معانا ومع باقي الشباب في أي حاجة، أي زول بيسأل بلقى الإجابة بكل أريحية. أتمنى لكم يعني النجاح والتقدم، وشكرا لكم.
الدور الأكاديمي هو الفترة الجامعة الجروب في أجمل بوتقة متميزة، وبالكيسات العملية والنقاشات العلمية الممتعة والمفيدة والمحاضرات الأسبوعية المتواصلة التي أثرت الجروب، والمزيد المزيد قادم بإذن الله مع الكوكب الجديدة. تحيات. خالص التحايا وعطر الأماني موصول للجميع في هذا الجروب الجميل، وربنا دائما يجمعنا في ساعة الخير إن شاء الله، والعفو والعافية، وسامحونا يعني إذا بدر منا أي خطأ أو أي حاجة، وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للشباب الحي يستلموا إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا لكم كثير. مرتضى. خلال فترة الثناء اللي قضيناها معاكم قابلتنا كثير من التحديات. أكبر التحديات كانت اتخاذ القرار في الخلافات اللي بتحصل. كان لازمًا علينا نحترم الرأي والرأي الآخر، نخوض في الاعتبار التباين والتنوع الفكري والثقافي واحترام الخصوصية والحقوق، واتخاذ قرار محايد تمامًا ومنصف. نتمنى إنه ما يكون تعدينا على أي حق. كان الهدف الأساسي إنه ما نفقد الترابط الجميل الموجود بين أفراد الجروب. تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم صافي الدين محمد نصر الدين. نيابة عن نفسي وعن الزملاء في إدارة الجروب القديم أو الإدارة القديمة نعتذر لأي زول غلطنا في حقه، وأكيد بيكون لو في حاجة يعني لو في غلط أكيد ما مقصود، أو في إذا في أي تقصير في أي حاجة بتخص إدارة الجروب فده يعني مشاغل بتاعت الحياة العادية دي وما مقصودة، فنعتذر عنها. كلمة حب وتقدير وتحية وفاء وإخلاص، تحية بكل معاني الأخوة والصداقة، تحية من القلب إلى القلب. شكرا لمؤسس الجروب دكتور الفاتح، ومن بعده الإدارة الأولى لبنى، نهلة، هدى، كمال، عبد المنعم، معتز، مرتضى، كسنجر، وأبو هريرة. جزاكم الله كل خير بقدر عطائكم وتضحياتكم، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأمان الله. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وإذا صبوت إلى المدام شرفت من أخلاقه وسكرت من آدابه، وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبه ولعله أدرى به. احتذار لكل أعضاء المجموعة عن أي خطأ أو إساءة أو تقصير من غير قصد بدر منا.